ثمن السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي رئيس مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان إشادة الأمم المتحدة بالدور الفعال للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بمملكة البحرين في حماية حقوق الإنسان ومساعيها لتعزيز الثقافة الحقوقية في المملكة. وأكد العسومي خلال كلمته في افتتاح الاجتماع الثامن للمرصد العربي لحقوق الإنسان أن هذه الإشادة الأممية تعكس التطور الكبير والمستمر الذي تشهده منظومة حقوق الإنسان في ظل الرؤية الملكية المستنيرة لجلالة الملك المعظم أيده الله، وبمتابعة وجهود الحكومة الموقرة بقيادة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، والتي تعد إحدى ثمار المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم.